عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله حلقة جديدة، هنتكلم بقى المرة دي عن المدرعات. أول واحدة معانا بوما، النوع IFV، مكان المنشأ ألمانيا، خدمة من 2015 لحد دلوقتي، بيستخدمها الجيش الألماني، مصمم شركة كراوس. أما التصميم من سنة 1995 ل 2009. تكلفة الوحدة 88 مليون يورو، انتجت سنة 2009 لحد دلوقتي. عدد البناء 345 لحد 31 أكتوبر 2020. بالنسبة للكتلة، الفئة A منها 31.45 طن، أما الفئة C منها 43 طن، 7.6 متر، العرض 3.9 متر، الارتفاع 3.6 متر، أما الطاقم بتاعها 3+6، يعني 9 كله على بعض. درع مركب AMAB معياري. السلاح الرئيسي ABM 30 ملي، مدفع MK 30.2 400 طلقة. السلاح الرئيسي مدفع رشاش MG4 وبيحل محله MG5. صاروخ موجه مضاد للدبابات سبايك LR، 6 قنابل يدوية عيار 76 ملي. المحرك بتاعها MTU ديزل 11.1 لتر، قوة 800 كيلو وات يعني 1100 حصان. القطرة والوزن 18.6 كيلو وات على الطن. تعليق هوائي مدى التشغيل 460 كيلو متر على الطريق، سرعة القصوى 70 كيلو متر في الساعة على الطريق. تانية معانا K21، مكان المنشأ كوريا الجنوبية، النوع IFV برضه، صمم وكالة تطوير الدفاع، في الخدمة من 2009 لحد دلوقتي، تصميم سنة 1999 ل 2008، صنع هامها ديفنس، تكلفة الوحدة 3.2 مليون دولار، تجد سنة 2009 لحد دلوقتي، من 2009 ل 2016 400 دبابة، كتلة 25.6 طن، الطول 6.9 متر، العرض 3.4 متر، الارتفاع 2.6 متر، طاقم 3 طاقم زائد 9 ركاب المقابل. تسليح رئيسي مدفع S&T K40 عيار 40 ملي، قاذفتين من طراز ATGM. السلاح الثانوي آلي M60 MB GM، حرك بتاعها دازون 750 حصان، أو BIB 850 حصان، مع الوزن 29.2 حصان لكل طن. التعليق بتاعها على الزراع، المدى التشغيل بتاعها 500 كيلو متر، السرعة القصوى على الطريق 70 كيلو متر في الساعة، وبين البلاد 70 كيلو متر في الساعة، أما في المية 7 كيلو متر في الساعة. بس وشكرا، خلصت حلقة النهاردة، رب تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.